سعادة السفير، عايزين نعرف يعني الاستعدادات الآن لبدء البرنامج الحكومي في التنفيذ، أهم التوصيات يا ترى اللي أقرتها اللجنة بعد دراسة هذا البرنامج. أولا السيد رئيس الوزراء كان له عدد من التوصيات سواء في اجتماع مجلس الوزراء أو في مع الفريق المعاون، الفريق الذي مكلف بمتابعة برنامج الحكومة في مجلس الوزراء. في مع السادة الوزراء كان التوجيه أن يكون هناك فريق عمل في كل وزارة تتولى الإشراف على هذا البرنامج، وأن يكون هناك تنسيق وتواصل مستمر مع مجلس الوزراء، بحيث أنه ليس فقط المتابعة ولكن أيضا محاولة الحد من أي مشاكل أو التغلب على التحديات اللي بتواجه تنفيذ البرنامج إن وجدت. من ناحية أخرى، في اجتماعه اليوم مع الفريق الخاص الموجود بمجلس الوزراء كان توجيه السيد رئيس الوزراء أنه زي ما حضرتك أشرتي أنه يكون العمل بأسلوب لا يتسم بالبيروقراطية. فريق المعاون هو فريق مكون من الشباب من أفضل العناصر، وبالتالي كان هناك أهمية أنه يكون في تواصل مباشر معاه، وأنه يكون الحث على أن يكون العمل بأسلوب غير بيروقراطي، بأسلوب نشط، بأسلوب فيه الكثير من الفعالية والجهد للمتابعة والتسجيل أي عقبات تطرأ. خلينا نتوقف عند النقطة دي، عشان نقطة مهمة سعادة السفير تحديدا، لما رئيس الوزراء يرفض الأسلوب البيروقراطي ويصرح بذلك ويقول إن أهم حاجة عندي هي الإنجاز، ويتعامل بهذا النظام بنفسه ويذهب إلى الأماكن الميدانية ويتعامل مع الأشخاص اللي بينفذوا العمل بشكل مباشر بدون بيروقراطية، قد إيه ده ممكن يخدم، بما إن رئيس الوزراء هو قدوة فهيخلي جميع الوزراء من المفترض ينهجوا نفس هذا النهج؟ بالتأكيد هي رسالة على التواصل المباشر، ورسالة على ما هو المطلوب من كيفية الأداء في المؤسسات الحكومية، وبالتالي زي ما حضرتك أشرتي يعني هي رسالة إلى كل الجهاز الحكومي في مصر أنه العمل يجب أن يكون بشكل سريع، بشكل يتسم بالفعالية، بشكل يتجنب تماما الإجراءات البيروقراطية. وده كانت الرسالة الأساسية الموجهة لهذا الفريق وأيضا لكل الجهاز الإداري للحكومة، أنه مطلوب في الفترة القادمة تحرك بشكل مختلف تماما عن ما كان معمول به في الماضي. البرنامج الحكومي يجب أن يتم تنفيذه بفعالية وبدقة وبشيء من يعني يكون جهد دؤوب، يعني لازم يكون في إصرار على إنجاح هذا البرنامج وتنفيذه في بأحسن شكل.